الو، ليش ما عم تردي؟ اليوم شفت سامي، كنت بالمستشفى مع الماما، التقيت بالصدفة مع ياسمين وامها. امك عم تتعالج بنفس المستشفى؟ نعم هيك الهيئة. وشو حكيتو؟ ماشي، مهم طمنا على سامي ومشينا. لما شفت ابنك زعلت أكتر على ياسمين، ما بعرف إذا اللي عم نعمله صح، ما بعرف إذا رح نقدر نواجه كل هالعالم بقصتنا. خايفة كثير. ما تخافي حبيبتي، ما تخافي، طول ما أنا وياكي مع بعض ما رح يصير شيء. وينك أنت؟ بالجامعة؟ لا أنا بالبيت، ماني طالع اليوم، عندي شوية أوراق لازم أقراهم. طيب نحكي. هو هيك ترى اشتقت لك وبحبك. أنا كمان بحبك. باي. الله معك. باي. اسم الله شو كبرانة يا ميا، صايرة صبية حلوة. دلال؟ دلال؟